محدش ابدا يقدر ان هو يتحمله. فعلا ابتلاء صعب جدا، كلنا عايشين اللحظات الصعبة. تعالوا بينا نعرف قصة الطفل ريان وازاي وقع في البير. السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخلاصة. حلقتنا النهاردة هنكلمكم عن قصة الطفل ريان. ياريت يا جماعة كلنا ندعي لأهل الطفل ده ان ربنا يصبرهم. فعلا وقعوا في ابتلاء صعب جدا، وقعوا في ابتلاء محدش ابدا يقدر ان هو يتحمله. فعلا ابتلاء صعب جدا، كلنا عايشين اللحظات الصعبة دي مع بعض وكلنا شايفينها، وكلنا شايفين البثات المباشر في الشغل نفسه. فعلا حاجة منظر، يعني مشهد قاسي محدش يقدر يتحمله. ربنا يعدي اللحظات دي على خير، وربنا يطمن اهل الطفل على ابنهم ويخرج لهم سالم ما فيهوش اي حاجة. ياريت كلنا فعلا ندعي بقلوب صادقة ان ربنا يعني ينقذ الطفل المسكين اللي مش قادر ان هو يعمل اي حاجة. فعلا البشر كلهم عجزوا عن انهم يقدموا اي حاجة، كلهم بيعملوا بدقة عالية جدا علشان يقدروا ان هم يتمكنوا من انقاذ واستخراج الطفل ده من البئر. تعالوا بينا نعرف قصة الطفل ريان وازاي وقع في البئر، وازاي في ابطال ظهروا علشان خاطر ان هم ينقذوا الطفل ده من داخل البئر. ريان هو طفل مغربي عنده 5 سنوات. الطفل هو بيلعب وقع في بئر ضيق جدا، عمق البئر حوالي 32 متر تحت سطح الارض. اهله لما شكوا ان الطفل وقع في البئر بلغوا المسؤولين. الحمايه المدنيه اتحركت على الفور لمكان الواقعه. 3 من المنقذين حاولوا ان هم يدخلوا جوه البئر، لكن ما قدروش ان هم يدخلوا البئر ده بسبب ان هو كان ضيق جدا، وان مفيش حد هيقدر يدخل البئر ده الا لما يعملوا عمليه حفر علشان يقدروا ان هم يتمكنوا انهم يدخلوا البير علشان ينقذوا الطفل ده. لكن علشان يعملوا الموضوع ده لازم يتأكدوا ان الطفل فعلا داخل البير او لا. نزلوا كاميرا داخل البير علشان ترصد اذا كان الطفل موجود او مش موجود، وبالفعل الكاميرا رصدت مكان الطفل ورصدت ان هو لسه مازال حي، وحاولوا ان هم ينزلوا له بعض الاكل والاكسجين علشان يقدروا ان هم يحافظوا على حياة الطفل ده. ونظرا لضيق البئر، الطفل طبعا وهو بيقع داخل البير اكيد كان بيخبط شمال ويمين، ولذلك الكاميرا لما رصدت الطفل داخل البير رصدته وهو فيه بعض الجروح. لغاية دلوقتي عمليات الحفر مستمرة علشان يقدروا ان هم ينقذوا الطفل ريان. رجال الانقاذ بيأكدوا انهم على بعد مترين من مكان اللي موجود فيه الطفل ريان المغربي. ان شاء الله يقدروا ان هم يتمكنوا وينقذوا الطفل المسكين اللي عاش لحظات صعب جدا مفيش اي حد فينا يقدر انه يتحملها. بإذن الله ربنا يطمئن قلوب الناس دي كلها. الناس فعلا ملايين الناس منتظرين اللحظة دي انهم يقولوا ان الطفل ده خرج وسليم ما فيهوش اي حاجه. باذن الله ربنا يطمن اهله. يا ريت يا جماعه كلنا ما ننساش الطفل ده من الدعاء. كلنا والله عايشين لحظات صعب جدا، نفسنا بس نسمع خبر ان الطفل ده ربنا كرمه وخرج بالسلامه. نفسنا كلنا نسمع كده الخبر ده، لان فعلا موقف صعب جدا. صعب ان يكون انسان شايف حاجه قدامه مش قادر ان هو يعملها. كلنا كمصريين بندعي للطفل ده ان فعلا ربنا ينقذه بالسلامه. كلنا كمصريين فعلا قلوبنا معاكم، وان شاء الله يخرج سالم لاهله، وباذن الله ربنا يطمنكم عليه. وبكده تكون انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.